طبعا هسه قعدت من النوم وتعبان وجسمي بايد وكلش، واريد اتخطى هاي المرحله واريد ارتاح. شلون راح اطلع من منطقتي كيلوين؟ اذا تحب تجي وياي تعال كل الهلبي، يلا ليتس جو. وقبل ما نطلع اهم شيء الجقاير ويانا ماك بالنعناع، حتى مسافه الطريق نسحق جقاير ونرجع دي ورا. هلا عبوسي بيس با علي لا علي محشيك. وين رايح؟ وين رايح؟ تشتري؟ يلا مشي اركض 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 اركض. وهنا أنا وديت عبوسي يشتري وراح امشي، تعرفون وين؟ اكيد العيسى، واليوم اخو احمد. السلام عليكم. هلا هلا. صار احمد قلبك احمد. احمد اليوم وين نمشي؟ ليش ويسا؟ ها؟ راح بالقفص بطيز الاصفر. اي والله. نشرناه وباع اجى علي واحد. خوش شافاه قال مو مالتي. ايه قال مو مالها. هذا شو اسمه؟ ضياء بالرسمي. يلا يلا مشينا مشينا. هاي وين تبي؟ وين ترحين؟ وين ترحين؟ وكان نوصل هنا لهذه المنطقة. هذه المنطقة أقدم منطقة عندنا تقريبا للجيش العراقي، جيش صدام. سابقا كانت هنا كلها مقرات متروسة صواريخ وبارود. هذه قدامكم تشوفونها يعني مهدمة ومتروسة زبايل حاليا. ما دامها متروسة زبايل فشي أكيد كل شي راح يتواجد بيها. وأنا مشي لقيت هذا الريموت، ظليت أقلب بالريموت أشوف شنو ما شنو، خربان ما خربان. الريموت جديد بس ناقصة غلاف فقط، وأكيد شغال وأنا متأكد 100%. إذا تحبون أرجع للريموت وأخذ صلحة وراويكم إياه. ولقيت هذا الماوس أيضا، هواي شغلات يعني اللي يجي يدور هنا وهذه الزبل راح يلقى هواي شغلات. انطيت العبود. عبود طبعا فرح من خذ الماوس، يقول لي هذا الماوس مال كاميرات، مال كاميرات مال مراقبة. وانا اقول له هذا الماوس لا مال حاسبات، خلي نستمر ونصعد للهور. يا الله صعدنا، اول واحد متقدم بينا عبود، شوف شلون يمشي معدل. لقينا اثنين شباب طبعا يلعبون رياضة. هذه سدة، هنا سدة، هذه السدة اللي متخذينها اكثر شيء الشباب الرياضيين يركضون عليها، لان ما عندنا هنا فد ملاعب بها خير. ظالين على الخماسيات خطيه الشباب يدفعون فلوس ويردون لي ورا. وهذا الهور، وهذا الهور اليوم ضامن لكم فسال فعلي كلش حلوه. هذا شوفوا كل الهور كان بيصيد خير من الله، بس مع الاسف حاليا جفاف الاهوار جفاف. يا ريت تسوون هاشتاج وتخلونا بكل التعليقات الموجوده على التيك توك وتكتبون انقذوا الاهوار. هسه تعالوا ويانا خلينا نسولف لكم سالفه هذا الهور. والله طلعنا مرة مطار في ناحية المشرة، متينا المكان ما توقع نصير يسمش طبعا. فاحنا من نزلنا اول دقة دقينا بيه بالطراف صدنا ما شاء الله، وبعدين انقلبت العالم كلها علينا. العباس علي والله العظيم يقول مو مكتشفين، فالسر عظيم كان، وهالبرقة هاي كان ما حد يوصلها. هاي بيا سنة تقريبا؟ تقريبا بالالفين. هاي من كانت ايام الخير، بس هسه الامور كلها انتهت. والمكان هاي اللي كان يصيد بيه طبعا هذا المكان اللي صورته لكم اللي قبل هذا الفيديو حاليا، يعني كنا وين ما نروح نصيد نعمه خير من الله. هسه ما شاء الله تشوفه لا ماي ولا هاي، حتى المطر انقطع، كل شيء ماكو، لا مطر لا زود لا شيء. وبالنسبه للاهوار حاليا جفاف تام، كل شيء ماكو بالاهوار. ماكو، كانت العالم قبل كانت عايشه على الهواء يعني على صيد السمك. ماكو هاي شغل وشركات ووظائف، ما حد يعني ما حد قبل من تحاكي على وظيفه ما يعرف شنو الوظيفه.